صباح الخير أحبائي، وعد ككل يوم وكل يوم، ويجعلنا الله أن نكون في خدمتهم. اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، 18 توت، اليوم 18 من شهر المبارك توت. أحسن الله استقبله وعاده علينا وعليكم، ونحن في هدون واطمئنان مغفور الخطايا والأسامي من قبل مراحم الرب. يا أبائي وأخوتي، وهو اليوم الثاني لعيد الصليب المجيد، اليوم الثاني لعيد الصليب المجيد، استشهاد القديس بيرفوريوس الخيالي قرن الاول للشهداء. نعيد هذه الكنيسه بشهاده القديس بيرفوريوس، وكان اول الامر مضحكا مهرجا غير مسيحي، ولما توفى قسطنطس ابن قسطنطين ملك بعده يوليانس الملحد الذي قتل القديس مركوريوس، وكان هذا الملحد ابن اخت قسطنطين، فاثار عباده الاوثان واستشهد على يد كثير من المؤمنين. وفي اليوم عيد ميلاده لمع ارباب الملاهي العالميه، وكان بيرفوريوس في زمرتهم وكان في زمرتهم، فأمره الملك المعاند أن يقدم أو يقلد المسيحيين، ولكنه عندما ملغى لا تقليد وتقسيم المعمودية المقدسة ورشم الماء وبعلامة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس، أضاء الرب وعقله فأبصر نعمة إلهية قد حلت على الماء ونورا شديدا منه، فغطس في الماء وثلاث مرات ثم صعد ولبس ثيابه وأقر أنه مسيح، فانتظره الملك وتوعده ثم وعده بعطايا جزيلة. ومع ذلك كان القديس يقول: أنا مسيحي أنا مسيحي. أخيرا أمر الملك بضرب عنقه بالسيف، فنال إقليم الشهادة: شفاعتك تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار استفانوس القس ونكتي الشهيدة: صلاتهما تكون معنا والرب المجد الدائم آمين. هنيجي في أخبارنا المعتادة الحكم على الدكتور مبروك عاطية لاتهامه بإزدراء الأديان. تعقد محكمة جناح السلام بمجمع محاكم مصر الجديدة غدا الأربعاء اليوم جلسة للنطق بالحكم في محاكمة الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية في البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل لاتهامه بإزدراء الدين المسيحي والإسلامي. وفي الوقت السابق أوضح المحامي نجيب جبرائيل في تصريحات خاصة للقاهرة 24 أنه بناء على الجنحة المباشرة التي قدمها ضد الدكتور مبروك عطية نسخوريته من السيد المسيح واصدراء الديانة المسيحية والإسلامية، قررت جهة التحقيق تحديد جلسة لمحاكمته. وقال نجيبهم في البلاغ إن الدكتور مبروك عطية قام بإصدراء الأديان، مشيرا لأنه وصف السيد المسيح بألفاظ تحمل سخرية عندما قال لا للسيد المسيح ولا السيد المريخ، بلاغ ضد مبروك عطية. وتابع نجيبه قاصدا أنه يهين ويصدري الأديان المسيحية بل ايضا ازدراء الدين الاسلامي، لان الديانتين قد اجتمع على تقييم السيد المسيح واصفه بكل اكمال وتقدير وكرامه. من هنا توفر القصد الجنائي: اولا لا يقبل احد ان يكون هناك دعابه او ازار في الديان او حتى زله لسان، فكم من الناس قدموا الى المحاكمه بتهمه ازدراء الاديان وكان مجرد خطا في تفسير او راي في تجديد الخطاب الديني. وذكر نجيب في مذكرته: هناك بعض من الناس لا يروك لهم ان يروا مصر شعبا قويا ووحده وطنيه صليبة. راح مبروك عطية لم يجدوا ثغرة لاختراق هذا النسيج إلا من خلال اللعب على ورقة الدين، ولكن هذا الشعب العظيم لم تنظل عليه هذه اللعبة الفاسدة، حيث خرج علينا صوت غريب على أبناء هذا الوطن يريد نشر كراهية مبتدئة ويسيء إلى أعز ما نملك وهي أدياننا العزيزة. ومن الأخبار الأخرى أيضا: من هو المعلم جرجس الجوهري؟ تحتفل الكنيسة القبطية برئاسة البابا تودروس بابا اسكندرية وبتراك القرارات المقدسية اليوم بذكرى رحيل المعلم جرجس الجوهري. وقال الدكتور يوراكيم رزجة في كتاب تاريخ الكنيسة القبطية من القرن العاشر حتى القرن التسعتاشر أنه لما مات أخوه المعلم إبراهيم الجوهري ضده قلده إبراهيم بك منصبه وصار على نهجه وابتدى بشقيقه في كل شيء حتى نال ثقة جميع المصريين. وكان بين الكتبة تحت يده الكاتب المسيحي من أصل سوري يدعى يوسف كساب، سولت له نفس الشديد أن يسعى له لدى مخدومه يسعى لدى مخدومه أيضا، ولكن لم يزل هذا الكلام. وكان أيضا بكتبة هنا كاتب المسيحي من أصل سوري يدعى يوسف كساب، سولت له نفسه الشديد أنه يسعى لدى مخدومه إسماعيل بيك بوشاية ضد المعلم جرجس، واتهمه بما هو ليس فيه، ولأن المعلم جرجس كان من أتباع علي بيك الكبير خصم إسماعيل. هذا صدق إسماعيل وشاية يوسف وغضب على المعلم جرجس وأنزله من درجة الوظيفة وعين بدله رئيسا آخر للداويين، ولكن بعد فترة ظهر له كذب يوسف كسام فأمر بإغراقه في النيل، وأعاد المعلم جرجس الجوهري إلى منصبه مرة أخرى. ولما غزت الحملة الفرنسية مصر وانتصر الفرنسيون على المماليك ووصلوا إلى بولاق، قلف المعلم جرجس رئيس المباشرين
بأن يعد بيت الألف لنزول نابليون فيه، فجهزه وفرشه وقام فيه نابليون، ومن هذا عرفه نابليون وأهداه دبة رزقشة بالنصب ليلبسها في أيام الشريف. ولما سافر نابليون إلى السويس متبعا إبراهيم بيك استصحب معه بعض الأعمال وبعض الأعيان والمديرية في مقدمتهم المعلم جرجس الذي كان يعتمد عليه في المهام الكبيرة، كما رافق الفرنسيين هو وبعض أعيان القبط إلى الوجه البحري لإقرار الصلح بين المقاتلين. ولما تولى محمد علي باشا الحكم سنة 1805 نال المعلم جرجس البوهري في عاد المركز الأول، إلى أن الأمر انقلب ضده عندما طلب محمد علي بأموال كثيرة وكان يستحمله فيها الوفاء بها، ولما لم يفي بما طلبه منه قبض عليه ومعه بعض المباشرين الأقباط بحجة أنه تأخر عن دفع ما عليه الأموال، وحجزوا في بيت كنتخانه وعين له بدل المعلم غالي الذي كان كاتبا عند الألفية عدو محمد علي باشا. وظل جرجس مسجونا 7 أيام وأفرج عليه بشرط أن يدفع 4800 كيس، فدفع جزءا عظيما ومنه ووزع الباقي على الكتاب والصيارفة ما عدا المعلم غالي والمعلم فيليؤوس. وأخطر جرجس أنه يبيع أفخر أملاكه بجهة الأزبكية وقنطرة الدكة، وباع لمحمد علي كل ما كان يملك، وقيل أنه نفي إلى الصعيد بأمر محمد علي، وقيل قبل هروبه إلى الصعيد جمع كل حجج أملاكه الباقية وسلمها للبطرقية لتنفق من ربعها، فوضعت البطرقية اليد عليها وظلت في حوزته في وظل هو منفيا في الصعيد 4 سنوات، عفي عنه بعدها ليعود إلى القاهرة المحروسة في سنة 1224 هجريا، وقابل الباشا فأكرمه وعاد إلى بيته بحارة الدنيك، وكان المعلم الغالي قد جهز له وظل به إلى أن مات سنة 1225، ودفن في مصر العتيقة أسفل كنيسة كان قد بناها هو أخوه باسم ماري جرجس، وله صورة عليها وهو يلعب على الناي الذي كان يجيد الترتيل عليه. وأيضا من الأخبار الأخرى، أخبارنا دايما كتير وأخبارنا دايما فيها كل جديد وفيها كل شيء مفرح. طبعا احنا زي ما احنا عارفين اني لازم نقول كل اخبارنا اول باول. كيف بدأت الاحتفالات بعيد الصليب؟ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بعيد الصليب 2022 برئاسة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القديسات الإلهية بمقر سنترانيتهم، وفي كنيسة القيامة بالقدس توفدت مواكب بطريقة المطرنة أمس الاثنين إلى الكنيسة، إذا استقبلت بطريرك المدينة المقدسة لطائفة الروم الأرثوذكس البطريرك سوء فيروس الثالث برفاق لفيف من المطرنة والرهبان والشمامسة، كما تم استقبال الأنبا أنطونيوس مطران القدس للأقباط الأرثوذكس لإقامة صلوات عيد الصليب داخل كنيسة القيامة بالقدس. الاحتفال بالطقس الشعنيني في عيد الصليب 2022، وتصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطقس الشعنيني خلال احتفالاتها بعيد الصليب 2022، ويعمل معاملة العادات السيادية في حال الواقع يوم الأربعاء والجمعة. ويقول الراحل الأنبا بكيوس أسقف الزقازيق في كتابه رؤية كنيسية أبائية الصليب في المسيحية أنها تحتفل الكنيسة بظهور الصليب في خلال احتفالاتها بعيد الصليب، ويعامل معاملة العادات السيادية كما يقول الأنبا أيضا. وتابع أسقف الزقازيق الراحة أما الاحتفال الثاني الزقين في الكنيسة تذكار الصليب في اليوم العاشر من برمات، وكان على يد الإمبراطور هيرقل في 628، وذلك لأنه لما ارتد الفرس منهزمين من مصر إلى بلدهم أمام هيرقل حدث أنه عند مرورهم على بيت المقدس دخل أحد أمراء الفرس كنيسة الصليب التي شهدتها الملكة إيلانا، فرأى داود صديعا بشعا من قطعة خشبية موضوعة على مكان محلى بالذهب، فمد يده لأمير ولاية فخرجت منها نار وأحرقت أصابعه، فأعلموا الأقباط أن هذه قاعدة الصليب المقدس، كما قصوا عليه أيضا أمر اكتشافه أنه لا يستطيع أن يمسها إلا المسيحي، فاحتال على شماسين كان قائمين بحرصته وأجزل لهم العطاء على أن يحمل هذه القطعة ويذهب بها معه إلى بلاده مع من سباهم من شعب أورشليم مختلفا. وسمع هرقل ملك الروم بذلك فذهب بجيش بلاد الفرس وحاربهم وخذلهم وقتل منهم كثيرين، وجعل يطوف تلك البلاد يبحث عن هذه القطعة فلم يعثر عليها، لأن الأمير كان قد حفظ في بستان حفرة وأمر الشماسين بوضع هذا الصندوق فيها وردمها ثم قتلهما، وأن ذلك رأى ذلك إحدى سبايا وهي ابنة أحد الكهنة، وكانت تطلع منطقة بطريقة صدفة، وأسرعت إلى هرقل الملك وعلمته بما كان قد رأته، فقصد معه والأساقفة والكهنة والعسكر إلى ذلك الموضع، وحفروا بعصروا على الصندوق بما فيه، فأخرجوا القطعة المقدسة سنة 628 من الدين، وتم لفه على أقمشة فاخرة وأخذها
هركل إلى مدينة القسطنطينية وأودعهما هناك باحتفال عظيم. نقل جزء من إلى روما في القرن السابع الميلادي، نقل جزء من الصليب المقدس إلى روما وتم وضع فيها كنيسة المخلص بروما، ويوجد حاليا جزء منها في مصر في كنيسة القديس سيدهم بشاي بدمنياض. ومن الأخبار الأخرى أيضا التي نقولها، أسباب حل الزواج كل شيء عند مستجدات قانون الأحوال الشخصية للأقباط. قالت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة للدستور أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم التوافق عليه من جميع الكنائس المصرية بنجاح، إلا أنه تم إرساله لوزارة العدل تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء الموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب، مع التوضيح أنه نتوقع أن يتم إرساله لمجلس النواب لإدارة هذه الأمور والإقرار في دور الانعقاد الثالث. أسباب فسخ الزواج لطائفة الروم الأرثوذكس. ومن جهته كشف الأنبا نيكولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس عن أسباب التطبيق وفسخ الزواج في كنيسة الروم الأرثوذكس، وقال الأنبا نيكولا في تصريح له إن الكنيسة الأرثوذكسية تحذو حذو السيد المسيح الذي أكد على شريعة الزوجة الواحدة، لكنه سمح باستثناء واحد في قانون وعدم فك الارتباط بالزواج وهو الزنا. استحالة استمرار الحياة الزوجية أسباب فسخ الزواج، وأضاف أن الكنيسة الأرثوذكسية أحيانا تمنح فسخ الزواج لأسباب وهي في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجية بما يتوافق مع الآية من سر الزيجة المقدسة القائمة على محبة وأمانة كل من المزوجين للآخر، لأن سر الزيجة المقدس هو عهد يقطعه الزوجين عن نفسهم أمام الله والكنيسة بحفظ ما رسم وحدد لهم في الوصايا الإلهية التي تلبس عليها وقت إقامة السر، ويكسر أي من الزوجين هذا العهد بعدم حفظ ما أرسم وحدد لهما في الوصايا الإلهية التي تليت عليهما وقت إقامة سر الزواج، ويفصل نفسه عن شريكة آخر أن يفصل نفسه عن شريكة آخر. لكن أيضا عند وقوع حادث مثل هذا فإن الكنيسة تشدد على أنه حسن إن أمكن حفظ رباط الزواج بمصالحة الزوجين فيكون الزواج غير منحل، وأوضح أنه في الكنيسة الأرثوذكسية تنظر للزواج على أنه مبدئيا غير قابل للحل وتعتبر فسقة خطيئة، لكنه تساعد الخطاة إذا تمنحهم فرصة باحتجاج حالات بإباحتها فسخ الزواج والزواج الثاني، ذلك حينما لا يعود الزوج أو الزواج حقيا واقعا. إذا تمنحهم فرصة أخرى بإباحتها فسخ الزواج الثاني، ذلك حينما لا يعود الزواج حقيقة واقعا ولا للحفاظ على وهم شرعي فينظر إلى ذلك. وأكمل أن الكنيسة الأرثوذكسية وهي تساعد الرجل والمرأة على النهوض بعد السقطة تعلموا تماما أن الزواج الثاني لا يمكن أن يكون مثل الأول، لذا فإن جزء من الاحتفالات تشير إلى الفرح في خدمة الإكليل يجرى إلغاؤها في الزواج الثاني وتستبدل بصلوات التوبة والزواج الثالث غير مستحب لديهما، أما الرابع فهو مرفوض كلية منه. كما أن الكنيسة الأرثوذكسية بعدم منعها الزيجة الثانية تحظو أيضا حذو الآباء القديسون الذين لا يمنعون الزيجة الثانية تساهلا للضعف البشري، معتبرين هذا الأمر نقصا في الكمال المسيحي، وعلى ذلك حددوا في قانونهم أن الذين يطلبون الزيجة الثانية ينبغي أن يضعوا تحت قانون كنائسي لأنهم لم يحفظوا العفاف المأمورة به المسيحيون، وأن يقتصر في طقس أكلالهم على بعض القطع والصلوات التي في طقس الإكليل الأول. فالزيجة الثانية لدى الآباء القديسون هي من أجل الضعف البشري على أن تفرض على من يشترك فيها عقوبة كنائسية، أما الثالثة فقد اعتبرت في قوانينهم لوثة جسدية للجسد ولا تسمح بها الكنيسة إلا بعد قانون كنسي أثقل من الزيجة الثانية وما فوق ذلك من زيجة رابعة لا فرق بينها وبين تكسير الزواجات. لهذا فمنعت الزيجة الرابعة منعا، وفي سياق آخر كشف المستشار جميل حليم الممثل القانون للكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط موعد تسليم قانون هذا القانون أن يتم تقديمه إلى البرلمان في دور العقد الثالث الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، وذلك بعد اتفاق جميع الطواف عليه. قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و 213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاثة وباب خاص لكل طائفة مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة. أزمة قانون الأحوال الشخصية، وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008 حين كسر البابا الراحل الشنودة أزمة الطلاق على 70 وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تطيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة في عام 2016. اعتمد المجمع المقدس الكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية في دوراته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر والجنون والأمراض الصعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصريح الزواج الثاني. كذلك سلطت المجامع الإنجليزية على لائحة الأحوال الشخصية لتتيح الطلاق بسببين وهما الزنا وتغيير الدين. كانت الكنيسة الإنجليزية أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفية الإنجليزية والتي قدمت فيها اللجنة القانونية عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
ومن الأخبار الفنية، بعد هجومه على سعيد صالح المهن التمثيلية تحيل الفنان فكري صادق للتحقيق. أحالت نقابة المهن التمثيلية الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة برئاسة الفنان أشرف زكي للوقوف على حقيقة تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء مهنته من سب وقصف. وبيان النقابة الفنية التمثيلية قدم فكري صادق اعتذارا عن أقواله وتصريحاته الصحفية إلى ابنة الراحل سعيد صالح، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة، ولكن نقابة المهن التمثيلية كان لها رأي آخر بحسب بيانه الرسمي. وحل الفنان فكري صادق ضيفا في برنامج نص الحدوتة المذاعة على قناة سي بي سي، وتحدث عن حياته الفنية والمهنية. وأصر صادق الجدل بين تصريحه عن الفنان سعيد صالح في برنامج نص الحدوتة المذاعة على قناة سي بي سي، حيث وصف الفنان الراحل بأنه ممثل عادي وفيه زي كتير. وحرصت ابنة الراحل سعيد صالح الرد على ما قاله فكري صادق، كتبت عبر حسابها على فيسبوك تعليقا صادما وقالت: ايه اللذاذة دي يا استاذ فكري، انا مش هرد على حضرتك لان هم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب. وانتهى الفنان فكري صادق من تصوير نسبة 20% من ظهوره في مسلسل الضاحك الباكي والذي يجسد مسيره وحياة الفنان القدير الراحل نجيب الريحاني. وقال صادق انه يصور مشاهيره في مدينة انتاج الاعلام وبعض البلوتوهات، مشيرة لأهمية الراحل نجيب الريحاني كقرامة فنية من اوائل مؤسسي السينما المصرية. ويجسد فكري صادق العسكري الفيفي الذي تكفل برعاية نجيب الريحاني في بداية كفاحه الفني، ثم عندما تزاع شهرة الريحاني فنيا يعود الريحاني للعسكري عفيفي ليرد له الجميل. مرتضى منصور: نحن في مصيبة ستحدث في كارثة سبتمبر 30 سبتمبر. حذر رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري مرتضى منصور من كارثة قادمة خلال أيام قد تؤدي لأزمة في الفريق بعد حكم المحكمة لصالح ممدوح عبد عباس الرئيس الأسبق للنادي. وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك أنه لابد من حل للأزمة المالية التي عاشها الزمالك بسبب الحجز على أرصدته من ممدوح عباس رئيس الأسبق. وقال رئيس الزمالك: أطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة حل أزمة الحجز على أرصدة النادي في الملوك. نحن في مصيبة ستحدث كارثة في 30 سبتمبر. وأضاف وناشد وزير الرياضة أشرف صبحي وزير العدل من أجل إنقاذ الزمالك من ممدوح عباس ومحمود الخطيب: وتساءل لا أعلم من يقف خلف ممدوح عباس في مصر. الزمالك لديه موظفين وعمال يصل عددهم ل 4000 عامل وعامل، كيف سيحصلون على القبض؟ وكذلك المدربين والأجهزة الفنية واللاعبين. ووصل مرتضى منصور: سأعطي الجميع مولة حتى الغد، ومن سوف أعلن بالمستجدات عن كل المعلومات بحصول ممدوح عباس على أمواله من الزمالك. وتابع: سأتوجه للسيد رئيس الجمهورية والحكومة بالكامل في المرة المقبلة من أجل إنقاذ النادي من ممدوح عباس ورجال محمود الخطيب. وتساءل مرتضى منصور: من أين أصرف راتب المدير الفني بنهاية هذا الشهر، وهل سيبقى أم سيرحل إذا لم يحصل على راتبه؟ وقال: إن من أين أصرف راتب 4000 عامل في النادي؟ كيف أسند رواتب اللاعبين والمدربين الأجانب بباقي الألعاب في النادي؟ وكيف أدبر الأموال المطلوبة للصبر المجاهد بطل بوراند في دوري أفريقيا؟ ووضح رئيس الزمالك: قد اتسمت الاتفاق مع أقوى 3 صفقات طلبها في فيريرا، أنجزت كل شيء مع لاعبين وأنديتهم لكن أنا أنتظر الأموال. ونوى مرتضى منصور بأن الزمالك لديه أيضا مستحقات مالية متأخرة لدى القناة الناقلة للدوري المصري وكذلك الشركة الراعية. مختتم تصريحاته بهذا الشأن بالقول: لا أزر يوميا لتسلية الناس، الشركة الراعية لم تسدد لنا 21 مليون جنيه لمكافأة الفوز بالدوري والكأس، ونصير ونصبر لأنها شركة وطنية. وبالنسبة لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرارات الهامة وهو يدعم دائما الصناعة والتجارة، ونشكر السيد الرئيس على دعمه الدائم والمستمر لبلدنا الحبيبة مصر القوية مصر العظيمة. أول تعليق للحكم: وائل فرحان بعد محاولة استبعاده بسبب وشم على ذراعه. توجه الحكم وائل فرحان بالشكر لمؤسسات الدولة وقائمين على دار كرة القدم في مصر بعد مساندته في أزمة الأخير مع لجنة الحكام بسبب وجود وشم على ذراعه وهو وشم ديني مسيحي. وقال وائل فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: أنا ابن مصر، تحيا مصر تحيا مصر. وجب علينا أن نقدم خالص الشكر من أعماق قلبي لكل من دعمنا وقام بمساندتي، وخالص الشكر مؤسسات الدولة المصرية، معالي وزير الرياضة، الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة الحكام الرئاسية، الإعلام المصري المحترم، إخواني وزملائي والحكام على موقفهم النبيل ودعمهم لي. شكرا لكل من وقف بجوار الحق وعدل الله، وشكرا لمن كل قام بالحق وبعث رسالة لكل مجتهد داخل مصر وخارجها بأن مصر لا تعرف سوى الحق والعدل، وأخيرا أنا مصري وابن مصر وأتشرف بذلك. كادت العزمة تتفاقم على الساحة الرئاسية بسبب تعنت من لجان الحكام المصريين في ضم الكابتن وائل فرحان، وهو الحكم المسيحي الوحيد حكم الساحة رغم توافر كافة الشروط واجتيازه جميع الاختبارات. وجاء التعنت من لجنة الحكم بسبب وضع الكابتن وائل وشم على ذراعه وهو وشم من دين مسيحي، ورغم هذا التعنت كان زملاء المطلوب المشارك في مسانده
واذا ما كشف عن الصديق العليم وصاحبه هشام شلتوت التي فتح لجنه الحكام ومديرها تجاه محادث مع وائل فرحان، وتدخل ايضا للكابتن احمد شوبير والعديد من الرجالين الشرفاء، وتراجعت لجنه الحكام عن استبعاد وائل فرحان وصدر قرارهم بضمه للجنه الحكام الدوليين الفار لتنتصر المواطنه والعداله بسبب موقف مشرف من العالمين والرجالين المصريين الذين اصروا على تطبيق قواعد العدل بضم الكابتن وائل للجنه الحكام الدوليين لما يتمتع به امكانيات ومهارات تضع عن اجتياز كافه الشروط التي تجعله يستحق هذه المكانه، حيث قام وائل فرحان بتحكيم اكثر من 25 مباراه ومنهم مباراه الاهلي والزمالك، وعلى مدار عامين حكم من خلال الفار 65 مباراه، علما ان الشروط التي تم وضعها ان يكون حكم 15 مباراه اخر موسمين، وجاء القرار بتركيه فرحان للجنه الحكام الدوليين ليوني الازمه وليلقي بظلاله براحه كبيره داخل الاوساط الرياضيه التي تسدد محاوله تخرج عن قيم المواطنه والجمهوريه الجديده. وكل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه، السيد عبد الفتاح السيسي على دعمه لنا، ولكم كل الشكر والتقدير. سلام الرب يكون معكم. امين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا.